لتونس والأوضاع في تونس. أستاذ مكرم، يوم 15 سبتمبر اللي جاي ده على طول، تونس أو التونسيين على موعد لاختيار رئيس جديد، حتى الآن حضرتك بتتابع إزاي سير الانتخابات في تونس؟ في 26 مرشح، لكن أهم الأشياء اللي موجودة إنه جماعة الإخوان بتدخل لأول مرة بمرشح من جانبها، هو عبد الفتاح مورو نائب المرشد العام السوداني، وأيضا رغم إنه لجماعة الإخوان أيضا ما يمكن أن نسميهم مرشحين آخرين مثل رئيس الوزراء وأيضا والمنصف المرزوقي، ها يعني لها مرشحها المباشر، وفي نفس الوقت هناك عدد من المرشحين لهم صلات قوية وتأثير قوية، من بينهم رئيس الوزراء اللي بيعتبر ذراع الإخوان الأساسية ومصدر نفوذها، والذي يعني يعمل لصالحها بصفة دائمة. المشكلة الأساسية إنه جماعة الإخوان يعني شديدة الابتزاز لكل الأطراف الأقوياء في المعركة الانتخابية. تبتز لهم، تريد أن تدفعهم إلى التنازل علشان تكون فرص مرشح جماعة الإخوان أقوى، لا تتورع عن إرسال تهديدات مباشرة إليهم. وإحدى المرشحات اسمها الدكتورة ليلى همامي، أعتقد أحرقوا بيتها، استولوا على كافة الأوراق المتعلقة بالانتخابات علشان لا تستطيع أن تتقدم إلى الترشيح. لكن كافة أغلب المرشحين الآخرين يعتقدوا أنه من الضروري اكتساز الإسلام السياسي، وأن الإسلام السياسي ممثلا في جماعة الإخوان يمكن أن تشكل خطرا على مستقبل تونس، وأنهم يحبون أو يهدفون إلى الهيمنة والسيطرة على تونس. لهم أساليبهم في التأثير على المعركة الانتخابية، ولهم أيضا ماكينة ضخمة تملك أموال كثيرة ووسائل دعاية مفروضة وبث إشاعات، كافة الأدوات القذرة بيتم استخدامها في المعركة ضد المرشحين الذين تحس جماعة الإخوان أنهم يشكلون خطر عليها. الواضح أيضا في هذه الجماعة أنه جهودها من أجل تزكيتها بتمس كافة أو نسبة كبيرة من المرشحين الآخرين الموجودين في ساحة المعركة، لكن ممكن جدا أن مرشح جماعة الإخوان يصل إلى مرحلة التصفية، يعني يخوض مرحلة الانتخابات إلى أن تنتهي التصفية إلى اثنين تجري ما بينهم المرحلة الأخيرة من الانتخابات لاختيار رئيس جمهورية في مرحلة الإعادة.